ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين بعد الفاصل ومكملين فقرتنا التانية معاكم. وبمناسبة المولد النبوي الشريف، كل سنة وانتم طيبين. مفيش أجمل من أننا نعطر أسماعنا بالقرآن الكريم. ضيف الحلقة النهاردة مقرئ شاب أتقن قراءة القرآن الكريم، وهنتعرف النهاردة عليه ومع رحلة تعلمه طبعا لقراءة القرآن الكريم. هو القارئ فارس جبر. منورنا استاذ فارس، اهلا بيك. منورنا النهارده وكل سنه حضرتك طيب. وحضرتك بخير، ربنا يخليك. يا استاذ يعني شيخنا والقارئ فارس جبر، حضرتك عايزين نعرف بدايتك كانت من امتى وانت صغير، كانت ازاي، وهل الاهل شجعوك على ده ولا كانت البدايه زي بقى كلمنا عنها؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين أجمعين. أولا أحب أشكر قناة الصحة والجمال، وأشكرك أستاذة رضوى، أهلا بيك، ربنا يخليكي، وأهنيكم وأهني الأمة الإسلامية كلها بالمولد النبوي الشريف، وأحب أقول لهم كل عام وأنتم بخير. ثانيا رحلتي مع القرآن الكريم، أنا طبعا بحفظ من عن 6 سنين، كنت بروح لشيخ بيحفظني وبيجود لي وما زلت بحفظ، يعني كل شيخ ليه فضل عليا. ففي يوم كنت بقرا في البيت، فوالدي اكتشفني فبتندم مع نفسي فقال صوتك حلو، كنت اول مره. فبعد كده جيت وداني للشيخ بقى احفظ، واتقنت القران الكريم الحمد لله، ومع ذلك برضو لسه بتعلم، ولسه في اساتذه وفي شيوخ كبار بروح لهم يعلموني، وكل شيخ كل شيخ طبعا ليه فضل عليا، وبشكره على انه في جنبي وما زال، وهفضل اتعلم. وكلنا بنغلط اكيد، بس العيب ان احنا نتمادى في الغلط. بالظبط، نتعلم من الغلط. تمام. فطبعا الشيخ اللي كنت بحفظه وانا صغير الشيخ حكيم جبر، والاساتذه دلوقتي اللي انا بحفظ عندهم وبيعلموني وبينصحوني للاحسن وبستشيرهم في كل حاجه الشيخ احمد رمضان ابو زيد، وفضيله الشيخ نصر الدين ابو الجلاجل، وفضيله الشيخ يحيى بيومي بلال، وفضيلة الشيخ أدهم الشرقاوي، وفضيلة الشيخ محمد الملاح، شيوخ كتير. شيوخ كتير. دول بشكرهم جدا. اتعلمت على أيديهم كلهم. كل حتى الآن. أخدت منهم كل واحد فيهم، أخدت تمام منه حاجة. تمام. باخد منهم وبيشدوني للصح. وحبيبي طبعا يعتبر أخويا وصاحبي وشيخي الشيخ إبراهيم عبد العزيز بركات. ما شاء الله. ده طبعا يعتبر أخويا ومثل الأعلى. لأن أي حاجة بروح أستشيره. بيقول لي ده صح وده غلط. ما شاء الله. فطبعا جميلهم على راسي من فوق، ما أقدرش أنكر ده. طب كويس. طب شيخنا كنا عايزين نشوف مع حضرتك التلاوات اللي حضرتك بتوجدها، ايه التلاوات بقى المحدده اللي بتوجدها؟ تلاوة حفص عن عاصم. حفص عن عاصم. حفص عن عاصم. طيب احنا بقى دلوقتي محتاجين نسمع كده ايات من كتاب الله طبعا، صوت حضرتك النهارده بمناسبه طبعا المولد النبوي الشريف. احترم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة ولا يخشون أحدا إلا الله.
بكل شيء عليما. يا حضرتك. ممكن تسمعنا آيات بصوت شيوخ تانية زي الحصري، عبد الباسط، محمد صديق منشاوي وغيره من القراء؟ هقول لحضرتك حاجة، طبعا ليا كل الشرف وليا كل التقدير ان انا اقلد دول، الشيخ المنشاوي او الشيخ عبد الباسط او الشيخ الحصري او الشيخ دول كلها او الشيخ مصطفى اسماعيل او الشيخ محمد الليث، بس انا بحب اعمل نفس الشخصية مستقلة. تمام، قلدتهم كل حاجة، بس انا ما بحبش اقلد، انا بسمع كتير ودايما بحب اقلد، حابب يقول لك شخصيه معينه، بحب اقلد ده واحلد، بس لما اطلع بحب اطلع لنفسي اعمل نفسي شخصيه مستقله. لا اللهم بارك، يعني صوت حضرتك ان شاء الله، اللهم بارك دايما كده يا رب في الاحسن والاحسن ان شاء الله. طيب حضرتك النهارده برضو بمناسبه المولد النبوي الشريف احنا محتاجين نسمع من حضرتك دعاء برضو. سمعنا دعاء دعاء معين ولا اي دعاء؟ يعني شوف حضرتك الاقرب ايه او الاحسن ايه، ممكن نسمعه لنا كده، ممكن حته مقتطف صغير من دعاء اقرب لقلبك ايه؟ والله في ادعاء كتير. زي يعني في مثلا دعاء معين مثلا الواحد بيختم بيه مثلا الحلقه او مثلا او ميتم او اي حاجه، وفي مثلا ابتهال صغير واحد ممكن يقوله. هو احنا ممكن احنا نبدا بالابتهالات، ماشي، ناخد ابتهالات الاول. تمام، وبعد كده نختم بدعاء. تمام، ايه رايك؟ تمام. ولو نسمع برضو جزء من ايات تاني في القران الكريم؟ تحت امرك انت عايزاه. نسمع ايات تاني، مفيش مشكلة، حتة صغيرة كده برضو تحت أمرك. وبعد كده نبتهال ونختم بالدعاء. تمام، مفيش مشكلة، تحت أمرك. كلا إذا بلغت التراقي
الساق فلا صدق ولا صلى الحمد لله رب العالمين الفاتحة.
الله يفتح عليك يا شيخ. ربنا يخليك ربنا. طيب احنا عايزه اسمع من حضرتك ابتهال كل القلوب الى الحبيب تميل. طب اقول لك جزئيه منها. جزئيه واحده؟ الابتهال الطويل. لا ما انا اكيد عايزه اسمع جزئيه منها برضو بمناسبه المولد النبوي الشريف برضو. تحت امرك حاضر. طيب صوتك بصراحه يعني اللهم بارك. احنا عايزين خليك. هنقعد كتير جدا. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا رب. احنا قدامنا دقيقتين بس وهنختم. انا كان نفسي نطول اكتر من كده. ربنا يخليك يا رب. بس يلا اتفضل. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسين. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بها شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا أما الدليل إذا ذكرت محمدا إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. شكرا لك يا شيخنا ونورتنا جدا جدا النهارده وبصراحه عطرت أسمعنا كلنا بقراءة القرآن الكريم. ربنا يجعلها ان شاء الله سنه سعيده علينا كلنا وكل سنه وحضراتكم كلكم طيبين. يا رب تكونوا النهارده اتبسطتوا بوجودكم معانا وفقراتنا المميزه النهارده وشرفتنا قارئ فارس جبر بجد يعني. ان شاء الله باذن الله في حلقات تانيه جديده معاكم وفقرات تانيه جديده يا رب تعجبكم موضوعات كتيره ان شاء الله الفتره الجايه. يا ريت تتابعونا ان شاء الله على البيج. اي حد عنده اي حاجه بعت ان شاء الله على بيج صالون رودي برضو. نشوفكم في حلقات تانيه جديده وتصبحوا على خير.